ماما هو الزيت ده ماما استخدمه امتى؟ تلات وخميس؟ يا ماما الروشته ضاعت، انا مش عارفه انت فاكره ايه. طب يا ماما استخدمته التلات اللي فات ولا لا؟ ماشي يا ماما ماشي. طب ماما هو الكريم يا ماما حلاوه الكريم ده امتى استخدمه؟ اتنين واربع؟ طب يا ماما ما الاربع ده تقريبا كان بتاع الزيت، يعني استخدمه دلوقتي ولا امتى؟ ماشي انا خدته الاثنين اللي فات. ماشي يا ماما ماشي. طب يا ماما بقولك ايه، ماما بقولك ايه حبيبتي، هو الشامبو ده استخدمه امتى؟ ايوه مرتين. امتى يا ماما؟ ما انا استخدمت امبارح الزيت، استخدمت امبارح الكريم مش الزيت يا ماما. ايوه ماشي، استخدمه امتى ده؟ كل جمعة يعني في اخر الاسبوع مش كده؟ ماشي يا ماما ماشي. طب ماما بقول يلا يلا اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. لو انت جديد في القناه ما تنساش تعمل اشتراك علشان توصل لك كل الفيديوهات الطبيه. مش كفايه تعمل اشتراك، شايفين علامه الجرس اللي جنب الاشتراك؟ تدوسوا عليها لغايه لما يظهر فوقيها خطين علشان يوصل لكم اي اشعار مني لما اعمل اي فيديو جديد، وسيبوا لي اي سؤال تحت الفيديو وانا هجاوب عليه. وعلشان مشكله الاشعارات خلينا نوصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكات. موضوع النهارده خاص بالناس اللي هي بتزهق من حوار الزيوت والحاجات علشان تطول شعرها، وتبقى مش عارفه يعني تنظم انت تاخد الزيت ده وتنسى وما تتابعش، فتلاقي يعني انه في النهايه مفيش نتيجه هي كانت مستنياها او متوقعها. فالنهارده انا جايه اقول لكم على كبسولات، الكبسولات دي نستخدمها بشكل يعني يومي، وهي هتفرق خلال 6 شهور، هتشوفي فرق رهيب في طول الشعر والنعومة والكثافة وعدم التساقط، كل حاجة هيحلها، بحيث ان انت لو حتى يعني موضوع الزيوت ما استمرتيش عليه قوي او نسيتي يوم او عكيتي او بتاع، يبقى من ناحية تانية الكبسولات موجودة والكبسولات هتسند. بس خليني قبل ما اقول لكم عن اسماء الكبسولات واقول لكم طريقة الاستخدام، اقول لكم ايه اسباب تساقط الشعر او اكتر حاجات بنعملها او بتحصل معانا ممكن تؤدي لتساقط الشعر. في سبب طبعا خطير جدا جدا ودايما حذر منه، وهو استخدام المستحضرات الكيميائية. الحاجات دي اللي هي زي الصبغة، زي حاجات الفرد، زي حاجات التجاعد. يعني انت لو عايزة تفردي شعرك وتستخدمي حاجات، برضو لو عايزة تعمليه كيرلي وبرضو بتستخدمي له كريمات او بتستخدمي صبغة، كل الكلام ده بيوقع الشعر بشكل كبير جدا. تاني حاجة ممكن يكون بسبب امراض او بسبب ضغط او توتر، او كمان الناس اللي بتخس وبتنزل في الوزن هتلاقي ان شعرها بيقع بشكل كبير. ده غير ان الناس اللي عندها الغدة الدرقية، طبعا امراض الغدة الدرقية برضو بتأثر بشكل كبير على تساقط الشعر. حاجة تاني كمان ان اقراص منع الحمل من الحاجات اللي بتسبب تساقط الشعر. حاجة تاني كمان نقص الحديد في الدم، كل ما بينقص الحديد في الدم هتلاقي ان الشعر ابتدى يقع، وكل ما ينقص اكتر طبعا درجة سقوط الشعر هتبقى اكبر بكتير. حاجة تاني هي التغذية القليلة في البروتين، يعني في ناس في اكلها البروتين بيبقى قليل وده بيأثر طبعا على تساقط الشعر. المهم قوي نهتم بموضوع التغذية. اخر حاجة انه في ناس عندها هوس نتف الشعر، طول ما هو قاعد بيفضل يقطع في شعره، او طول ما هي قاعدة مع اصحابها في قاعدة تلاقيها راحت ايديها بتلعب في شعرها، بتلعب في حواجبها، بتلعب في رموشها. هوس نتف الشعر طبعا من الحاجات الكبيرة جدا اللي بتسبب تساقط الشعر بشكل كبير وبشكل مزعج. طيب يبقى انا لو بعاني من تساقط الشعر لازم بسرعة الحق نفسي ان انا استخدم زيت كويس، استخدم كريم كويس، وهيطلع لكم فوق دايرة صغيرة كده هيطلع منها فيديو ادخلوا عليه انا بتكلم فيه بالتفصيل عن الزيوت والكريمات وكل حاجة انتم محتاجينها علشان موضوع تساقط الشعر. لكن مهم جدا جدا ان احنا نبدأ ناخد اقراص لانها بتكون اسرع، عشان زي ما قلت الناس اللي مش بتلتزم مع الزيوت والكريمات تبدا تشوف نتيجه كويسه. الاقراص بتاعت النهارده هنستخدمها لمده 6 شهور هتشوفوا منها نتيجه كويسه. اشهر اقراص علشان تعالج تساقط الشعر هما نوعين من الاقراص، اول حاجه البيوتين، تاني حاجه بيرفكتيل بلس فور هير. الاثنين دول بيساعدوا بشكل كبير جدا على منع تساقط الشعر.
لكن المشكلة ان هما اسعارهم غالية جدا، يعني علشان ابدأ استمر عليهم 6 شهور هدفع فلوس كتير جدا. فالنهاردة جايبة لكم البدائل بتاعتهم واللي بتعمل بالظبط نفس المفعول. اول حاجة بالنسبة للبيوتين حاجة اسمها بيوتين فورت، موجود برضو في الصيدلية. تاني حاجة بالنسبة للبرفكتيل حاجة اسمها رويال فيجي كبسولات، والاتنين دول ممتازين جدا. تعالوا اقول لكم كل واحد بيعمل ايه وناخده امتى، علشان اهم حاجة طريقة الاستخدام. اول حاجة بالنسبة للبيوتين فورت لانه مهم جدا جدا، هو فيتامين بي 7 وبيساعد على تغذية بصيلات الشعر، بالتالي بيعمل حاجات مفيدة جدا 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 علشان الشعر. ايه الحاجات بقى اللي هو بيعملها؟ اول حاجة بيساعد على نمو الشعر المتساقط، تاني حاجة بيساعد على زيادة وتكثيف الشعر بشكل ممتاز جدا، ده غير ان هو بيساعد على علاج الشعر التالف وكمان بيزود طول الشعر وبينعم الشعر الخشن والمجعد وبيقوي الشعر من الجذور للاطراف. فيعتبر البيوتين ده اختيار ممتاز جدا، وهو نفسه بالظبط هيعمل نفس عمل المستورد، بدل ما تشتري حاجة تدفع فيها فلوس كتير تشتري حاجة على قد الايد. الاستخدام بتاعه هيستخدم مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل، وطبعا زي ما قلت اهم حاجه لازم نستمر عليه فتره علشان نقدر نشوف نتيجه كويسه. تاني حاجه الرويال في جي، والرويال في جي ده ممتاز جدا لان هو فيه مجموعه فيتامينز حلوه جدا، فيه حديد وزنك ومغنيسيوم وكالسيوم وغذاء ملكات نحل وفيتامين بي 7، وبالتالي فهو ممتاز جدا بشكل حلو قوي. هنستخدم منه بس كبسول واحد كل يوم بعد الفطار. يبقى زي ما قلت لكم لو استخدمنا البيوتين مع رويال في جي استمرينا عليهم 6 شهور، البيوتين هناخد كبسولين، الرويال في جي هنستخدم كبسول واحد بعد اليوم، هتشوفي النتيجة كويسة جدا جدا لشعرك وهتلاقي فرق رهيب، واحسن بكتير من انك تدفعي فلوس في الحاجات الغالية، لا هتشتري حاجات كويسة واسعارها كويسة. وبالنسبة للاسعار هسيبها لكم في صندوق الوصف. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، شاركوا الفيديو مع اصحابكم، واشوفكم ان شاء الله في احسن صحة واحسن حال. اشوفكم في حلقة جديدة ومعلومة مفيدة. باي باي.